أهلا وسهلا فيكم بالبارت الثالث اللي هو اللابتو إن شاء الله. حاليا راح نبلش نسوي شبكة بأكثر من لابتوب اللي هي اسمها إن شاء الله Networking Using Switches. يعني مثلا أنا عندي هسه احنا سوينا لأن طبعا الشبكة اللي سويناها بالبداية Peer to Peer هي شبكة بدائية، يعني أنا أقدر أسويها بالبيت، مثلا كانت عندي ملفات حجمها كبير. طبعا هاي في بادئ الامر، يعني مو حاليا من مدة الشبكات ان شاء بالعمل، يعني من التسعينات او شيء، من كان ماكو فلاش ماكو شيء انسخ عليه، يعني من كان النظام كلش بدائي وغير متطور. فصارت هذيك الشبكة يعني من ند لندخل شبكة تعرفون بيهم. اما عندي اني في الشركات والشركات الكبيرة الكومباني او الاوفيشال شو اسمه بالمكاتب او البنايات الكبيرة، انه انا عندي اكثر من لابتوب. حاليا كلكم تعرفون هذا النظام نفسه مستخدم، انه مجموعة حاسبات في دائرة معينة كلهم مربوطين مسوين نتورك وحدة يتبادلون بيانات او غير شيء، يعني اكو سيستم، يعني اكو انظمة متعددة يستخدمون حاليا نفس السيستم نفس الفكرة مع ربط الشبكات. طبعا اكو الانظمة اللي ما يحتاجون سيستم، يعني قام يرسلون بالواي فاي خلال الواي فاي، يفتح اي من وسائل التواصل الاجتماعي يرسلها، في جت فتره من فترات قام ما حد يدز الثاني من خلال الايميل اللي ياهم من اجل الانترنت. يعني انطورت الشبكات، لكن هم بس بدا الاساس، احنا لازم ناخذ الاساس. اما حاليا نجي قلنا عندي شركه انا كلهم اريد اربطهم ويا المدير يعطيهم ملفات يقسم العمل او في شيء، فهاي لازم انه اني اعرف انه فتشي شلون اربط زين. احنا ربطنا ند بيها منفذ واحد للاثرنت، يعني ما يصير تاخذ اكثر من منفذ. فشركة سيسكو صنعت شيء اسمه راوتر وشيء اسمه سويتش وشيء اسمه الهاب. شنو ذني؟ طبعا الهاب هو وظيفته يخلق شبكة لكن جهاز اقل ذكاء. شنو جهاز اقل ذكاء وشنو فرقه عن السويتش؟ خلنا نجي ناخذ وظيفتهن العامة وبعدين ندخل بالتفاصيل. طبعا السويتش وظيفته خلق شبكة، يعني شنو؟ يكون لي شبكة واحدة معينة، خلق شبكة واحدة ايش قد ما تكون حسب نوع السويتش. يعني اكو راوتر، اكو العفو سويتشات سيسكو بها اكو 20 منفذ، والعفو بها اكو 16 منفذ واكو 8 منافذ واكو 32 منفذ واكو 64 واكو 128 واكو 256 كذلك، يعني العدد بالمضاعفات. تمام. ايضا عندهم هبات فيها اعداد كبيرة 8 و16، والهب ايضا وظيفته خلق شبكة. طيب الراوتر شنو وظيفته؟ الراوتر ما ممكن يخلق شبكة، الراوتر وظيفته هو ربط شبكتين. السويتش خلق شبكة معينة، اما السويتش يخلق شبكتين. يعني انا عندي مختبر A1، عندي مجموعة من شبك مسوي شبكة ورابطهم بسويتش واحد خالق شبكة، ومجموعة بمختبر بي مثلا B1 همين مسوي شبكة وخالقها بسويتش زين. اريد هاي الشبكة توصل، وهاي الشبكة اخليها بالمنتصف، جهاز راوتر راح يوصل لها الشبكة مع هذه الشبكة. تمام. هسه نجي الراوتر مو شغلنا، مو هسه ناخذه. طبعا للمعلومة اللي عندكم بالبيت هو 3-in-1، هو نفسه سويتش ونفسه اكسس بوينت اللي هو علامات الاكسس بوينت، هي نقطة للبث. انه اني اجيب الاكسس بوينت، خلنا نعطيكم فد مبدعنا، اكسس بوينت يوصلها انترنت عن طريق الاثرنت الكيبل. تمام. يوصلها واير تبث لي وايرلس. تمام. الراوتر انتم قلتكم عندكم راوتر نفسه وعندكم اكسس بوينت وبنفس الوقت عندكم سويتش. هذا الراوتر اللي ببيتكم هو 3-in-1، حتى لحد ياخذ فكرة انه هذا نفس الراوتر، لا 3-in-1. اكو راوترات خاصة لربط الشبكات موجودة عندنا كانت بالمختبر، وهاي التجربة ايضا بالمختبر. تمام. هسه ايش قلنا؟ قلنا السويتش لخلق الشبكة، الهاب لخلق الشبكة، الراوتر لربط شبكتين. طيب السويتش عن الهاب شنو فرقه؟ الهاب جهاز يقولون عنه اقل ذكاء، يعني اذا رسلت بنفس الوقت رسال في، يعني اجيت اني ضغطت على اللابتوب قلت ارسل لي منه، وجيت اللابتوب ثاني قلت ارسل لي منه، ما راح ارسل، ما يعرف وقت واسبقيه،
يرسل بنفس الوقت، وبهاي الحالة راح يصير كولاجين تصادم، يصير عدة تلف رسالة. طيب شنو الفرق؟ ليش السويتش أذكى مني؟ السويتش جهاز يمشي حسب الأسبقية. أجيت أنا انطيتك قلت له دزلي هذا المسج، وصله من حاسبة هاي، حاسبة A الحاسبة B، وجيته بعدين إيش قلت له؟ قلت له من حاسبة B دزلي A، إيش راح يمشي؟ أنا إيش قايل له؟ قايل له دزلي بالبداية حاسبة A الحاسبة B، راح يمشي يمشي على الأسبقية، يدز حاسبة A الحاسبة B يكملها، كمل الرسالة، كمل acknowledgement، يرجع نبو دز B A، يعني يمشي حسب الأسبقية، عدة قائمة ذكاء. طيب السويتش بمن يتعامل؟ هنا هم راح نجي. الراوتر لا يتعامل إلا مع الآي بيات. طيب السويتش ويا من يتعامل؟ السويتش يتعامل مع الأجهزة حسب الماك مالتها. تمام، راح نجي حاليا نخلق شبكة باستخدام السويتش. راح نبدي طبعا الشبكة، أنا دا أقول خلق شبكة واحدة، إذن شنو نطاق الآي بي؟ الآي بي راح أخلي قسم النتورك أول ثلاث خانات كلهن نفسهن. بمن أغير؟ أغير بالهوست دومين اللي هو الجزء الأخير من الآي بي. راح أجي مثلا هاي ضغط باعولي على النتورك ديفايس. النتورك ديفايس يعني هو راوتر سويتش هاب. تمام، ضغطت على السويتش باعو، انطاني أنواع السويتش. إذا أضغط هذا شنو هاب، راح يعطيني أنواع الهاب. تمام، أنا راح أشتغل على السويتش، أخذ سويتش معين، هذا سويتش معين. تمام، طيب نريد نشوف أجزاء السويتش. باع إيش كم بورت بي هذا؟ 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 وأكو أكثر حسب القابلية اللي أحتاجها. السويتش بإعدادات أقدر أسيد لشيء؟ لا ما أحتاج أسيد لشيء. طبعا وين أسيد لشيء وأبرمجه؟ أبرمجه أقدر أبرمجه من أشتغل سيسكو على شبكات معينة، أبرمجه من خلال الكوماند لاين. تمام، شوفوا هاي الكوماند لاين، يعني شنو الكوماند لاين؟ يعني أني من أريد أبرمج سويتش ترى إحنا دنشتغل بالطريقة الافتراضية، دنسحب وأيقونات، بينما هو بالحقيقة لا، يعتمد كله على الكودات، إنه أنا أدخل السويتش عن طريق كود، مو مدر أضغط عليه أدخل. تمام، هسه وصلنا لهنا. راح نجي ناخذ كمثال، نجي للحاسبات، خلنا نقول هاي الحاسبات، ناخذ بي سي 0، ناخذ بي سي 1، ناخذ بي سي 2، ناخذ بي سي 3. خذنا أربع حاسبات. تمام، طيب بس هيك لا، نحن نحتاج نجي للكونكشن، راح نجي من الكونكشن من هاي نوصلها بالسويتش. من الساعة وصلناها بالحاسب الامبير تو بير، حاليا ما اقدر اوصلها، اذا وصلتها التغن صارت حاسبتين وبذني ما اقدر اوصلها. راح نجي نربط هاي الحاسبة بهذا السويتش. تمام، هاي اخرج من عدها، ماكو مو مهم. اربط هاي الحاسبة بهذا السويتش، اربط هاي الحاسبة بالسويتش. هسا انا وصلتهم كجهاز مركزي. السويتش شنو فايدته؟ يعني خلنا نقول هو راح يربط الشبكة، قلنا خلق شبكة. يعني شلون اوضح عمله؟ مثلا اني مدير مال المكتب، عندي اربع عمال، منو اني مثلا عندي اربع موظفين، العفو عندي اربع موظفين، منو اللي ينظم عمل ذول الموظفين؟ شلون اقدر اخليهم اني مثل ما نقول السويتش هو المانجر مال الشبكة الواحدة، هو اللي ينظم عمله من خلاله. يعني هسه من واحد يجيني نفرض بالمكتب يريد مواد معينة، هذا يجي يريد أيضا مواد معينة، عن طريق من يجي؟ يجيني عن طريقي، يطلب هاي المواد مني، أني أوصله بالمكان اللي يريد منه المواد. طيب يريد يتواصل ويا زميله مثلا عن طريق أني المانجر، يعني خلال العمل أني المانجر. يعني السويتش كذلك شغله، يابا أريد أدز حاسبة من بي سي 0 البي سي 1، الحاسبة تروح للسويتش، السويتش العفو عده قائمة البي سي الثاني، يعني عده قائمة الماكات يابا دزالة، جتك رسالة من البي سي 0 وكذلك. راح ايش راح نسوي؟ طبعا قلنا ياخذ ماكات، لا اسيته بمجرد اربط بي، راح اجي للحاسبة الاولى. تمام، راح نجي على الديسكتوب او على الكونفيج، ماكو مشكلة، ايش راح نخلي؟ او خلنا نمشي على طريقة الكونفيج احسن بالنسبة لكم حتى ما تتهون. 192 168 1، خلنا نغيرها، نقول مثلا هنا 5 دوت، خلنا نبدأ من الاثنين. تمام، جيت السبنت، هسه هاي اثنين الوراها، شو اقدر اطيها؟ اجل الكونفيج،
اجل الفاس اثرنت الحاسبه انت بولي 192 168 دوت 5 جزء النتورك قلنا نفسه من اللي تغير هذا الجزء الاخير ديش اعطيناها 2 هاي شنو نعطيها نعطيها 3 تمام واطلع من عندها هنا حاليا اجي للكونفيج اللي الحاسبه الثالثه اجي 192 168 دوت 5 قلنا الجزء نفسه نعطيها دوت 4 تمام نجي للحاسب الاخير راح نضغط على الكونفيج نضغط على الفاس اثرنت نضغط 192 168 دوت شنو دوت 5 دوت ايش قد نعطيها اعطينا 2 3 4 وهاي الشبكه الاخيره دوت 5 هسه هاي الخطوه توصلت عندي اكيد توصلت عندي وراح نشوف العمليه نختبر حاليا عندي شبكه باعوا هاي اخذت الاي بي 2 هاي اخذت الاي بي 3 اخذت الاي بي 4 اخذت الاي بي 5 طبعا هاي وين الخمسة كله بجزء الهوست اما جزء النتورك هو نفسه حاليا ايش كم شبكه عندي اني اسالوا نفسكم اكيد شبكه واحده السويتش يخلق لي شبكه واحده لو كان بيها ألف حاسبه تمام حاليا راح نجي نختبر بعض راح ندز رساله منا ندز رساله لوين راح ندز رساله هنا رساله بالريال تايم اروح للسيميوليشن تمام بوع الرساله راحت وين هسه للوسيط للمدير المانجر دزاها وين دزاها للبي سي زيرو وصلت الرساله هذا انتهت لا لازم شنو لازم اكنولجمنت لازم يقول له وصلت لي رجعها للسويتش للسويتش رجع وين خلاليها هنا انتهت لهنا الرساله طيب ناخذ طبعا البعض يقول شنو هاي الايفنت ليست هاي مال الاحداث نقدر الايفنت نطلعها والريال تايم جينا للريال تايم تمام راح ناخذ نجرب مثلا احنا دزينا منا لهنا راح ندز باعش شوف راح ندز هاي الحاسبه راح ادز لهذا ونفس المكان راح اقدر شو اسوي هم اخذ من هاي الحاسبه ادزها وين ادزها لهذا راحت بالريال تايم الرساله راح نجيب السيميوليشن راح نقول له الخطوه الاولى مثلا شوف هاي بما انه اكو رساله قديمه دزتها للسويتش اول رساله انا دازها من بي سي 0 البي سي 1 اللي هي النوع الاخضر الاصفر العفو دزاها للبي سي 0 راح يرجع البي سي 0 رجعها المن رجعها للسويتش تمام وصلت خصت لهنا لا بعد عندي هاي ما عليكم بها الخطوه الاخيره الاس تي بي يصير احتراق بالرسائل انه لان انا ما صفرت الايفنت منه الريست تايم مباشرة ارستن كلهم تمام اقدر ارست الوقت مالتهم وشفنا شلون بهاي الطريقة صارت نرجع للريال تايم بالسيميليشن نجي مثلا نقدر الايفنت ليست هاي الايفنت قائمة الحدث نقول لك الرسالة الاولى راحت منا لهنا كذلك لا كونستانت ديلي نريد نخلي بيها ديلي تأخير الرسالة لو ما نريد نخلي احنا نختار نقدر هنا نختار الريسيت تايم اديت فلتر يعني مثلا الاديت فلتر شنو مثلا انا الرسالة جاي اديتها من نوع من نوع دي اتش سي بي وبعدين نعرف شنو الدي اتش سي بي انه انطيني اي بي تلقائي او اي ار بي او دي ان اس سيرفر او رسالة الاي سي ام بي اي ار ام بي مثلا انا اذا اريد احذفين كلهن اطف اشتدهن كلهن تمام مثلا اخلي بس الاي سي ام بي هاي فلترتن تمام هسه رسالة راح تجيني بس رسالة الاي ام بي الاي سي ام بي هاي طلع لنا الاسماء الى هنا ينتهي الجزء مالتنا قدرنا نربط شبكة من خلال السويتش اللي قلنا وظيفته هو ربط شبكة معينة من خلال انه اربط كلهم بالسويتش قلنا يتعامل بالماكات تمام واغلبكم يعرف شنو الماك ادريس وربطنا انطيناهن اي بيات كلهن نفس النتورك نفس جزء النتورك لان هي نتورك وحده وان شاء الله بالبارت الجاي راح ناخذ تجربه جديده بحيل الله عن قريب.